ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة؟ يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم، لقوله تعالى في سورة الممتحنة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن قال بخلاف ذلك فهو مكذب لدين الله، والعياذ بالله تعالى.